السلام عليكم، أتمنى قبل ما نبدأ الفيديو حط لايك واضغط زر الاشتراك ويلا نبدأ الفيديو. في الفيديو السابق الكل هاجمني على أني قلت البنت، ترى الكلام يجرح. ثانيا أنا استأذنت قبل أني أسوي الفيديو، كمان أنا ما كنت أدري أنها كاتبة ممنوع التقليد في الوصف، فما بي أكبر السالفة وهي صغيرة كذا. خلنا نسكر الموضوع ويلا. Bye guys.